النهارده في هدوم الفرح يمكن حققنا حلم 100 عروسه ان يفتحوا بيوت ويبداوا حياه. النهارده معانا يوم اللي هو هدوم الفرح، يوم لتجهيز 100 عروسه تبع مؤسسه حياه كريمه. نفسنا نجهز بدل ال 1000 مليون، ربنا يقدرنا، وطول ما احنا فينا نفس هنفضل شغالين وشغالين لحد ما نحاول نقضي على الفقر ونحاول نلبي احتياجات كل اسرنا باذن الله. احنا النهارده بنحتفل ب 100 عروسه للفتيات المقبلات على الزواج من خلال المؤسسه.